بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم؟ بصوا جميلة ازاي، بصوا بقى الخرطة طالعة عاملة ازاي. عملت ايه بقى؟ انا لما شفت انتوا الفيديو لما خلصت وجيت اطلع منها كانت مفتولة، ماشي. رحت انا عاملة ايه بقى، جبت نص كوباية لبن ساقعة ورحت حطها كده في القعرية هنا كده، راحت بصوا مسكت وبقت القطع بقطعتها ازاي وبقت جميلة ازاي. تعالوا شوفوا اهو معانا هنا اهو، بصوا حلوة ازاي، بصوا الجمال، بصوا بقى تتقطع ازاي، وبصوا بقت قطعة بقطعتها. ايه رأيكم؟ وطعمها حلوة جدا جدا جدا. بصوا بقت تطلع كده، نص كوباية اللبن لما حطيتها في القعرية بقت تطلع كده. ايه رأيكم؟ هنقول يلا بينا هنخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير وماما على الفيس ونشوف احلى كيكة باردة اتعملت ازاي. يلا بينا يلا بينا. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في خير وهنا وسعادة. تعالوا بصوا هنعمل ايه. دي معانا، معاكي انتي كيكة باظت منك، بقت اي حاجة حصلت فيها ماشي، مش حلوة اي شيء. هنرميها؟ لا طبعا مش هنرمي، هنفتفتها ونقطعها بالطريقة دي. اهي شايفين، نقطعها كده كويس قوي قوي، نفركها مع بعض، بصوا تبقى كده خلاص. هنعيد ايه تصنيعها تاني. بصوا الحلاوة، بصوا هي جميلة وريحتها حلوة قوي، طعمها حلو وسكرها مظبوط. بس هنيجي بقى هنسيح معلقتين سمنة ونرش كده عليها، ماشي. هنقلبها بقى كويس، نفركها قوي قوي بالسمنة كده ونخلي السمنه تشرب منها كلها. اهي شايفين، ممكن لو احنا ايه عايزينها بودره شويه ممكن نفركها. اهي بص بقى، هفرك بايدي، اهي نفركها قوي او بايدينا كده ونخلي السمنه تشرب منها كلها، ماشي. دي صينيه كيكه ما طلعتش ايه حلوه كده، طلعت مكبوسه. بصوا اهي حطينا اهي عليها كده بالمنظر ده، دي اول خطوه ليها، دي تاني خطوه. بصوا بقى احنا سقيناها كلها ايه سمنه، معلقتين اتنين بالظبط، وهنعملها بالمنظر ده، هتبقى كده ماشي اهو، هتبقى حاجه حلوه وجميله، وهتبقى ايه حاجة حلوة، وعملت حاجة حلوة في البيت ماشي كده. عملنا دي تاني خطوة، اول خطوة فتفتناها، تاني خطوة زي ما انتوا شايفين. تالت خطوة بنجيب كيس كريم كراميل زي ما انتوا شايفين، نفتحه اهو، نحطه كده، نحطه هنا، ونجيب عليه كوبايتين لبن ماشي، خليكم معايا. ادي كوباية هاخده على النار هوريها لكم هنعمل ايه، وادي كوباية تانية خلاص. وهنيجي في نفس الوقت هناخد معلقتين نشا عليه، يبقى كيس الكريم الكراميل حطينا معلقتين نشا وحطينا عليه كوبايتين لبن اهو، هاخده على النار وارجع لكم تاني. نسيت اقول لكم، ومعلقه سكر، يبقى كيس الكريم الكراميل حطينا عليه معلقتين نشا كبار ومعلقه سكر وكوبايتين ميه، نحطه على النار ونشوف نرجع تاني. بصوا بقى يا حبايب قلبي، تاني حاجه كريم الكراميل، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. زي ما انت شايفين، بصوا ننزلها بقى كلها كده، دي بقى احطها نص ساعة كده في التلاجة او ساعة كده لحد ما تجمد، ونرجع نشوف الطبقة التانية والاخيرة هنعمل ايه. اهي بصوا
بس كده. نحطها بقى في التلاجة ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دي كوباية مية اهي دافية، نحطها، وده كيس كريمة، كيس جيلي اللي هو الفراولة، ونحطه عليها. هقلبه بس اهو، نحطه كده، هقلبه تقليبة على النار ماشي، ياخد غلوة بس، واسيبه شوية كده تكون الكيكة بتاعتنا بردت شوية وهديت شوية، وان ايه واوريكم هنعمل ايه تاني ماشي. خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي، غلت غلوة اهي، اللي هو كوباية المية بكيس ايه الجيلي، نسيبه بقى يبرد شوية، وهطلع الكيكة من التلاجة وهوريها لكم هنعمل بيها ايه، بس نسيبه يبرد كده، ما نحطوش سخن بالدرجة دي، سيبوه لما يبرد ونحطه. خليكم بقى معايا وهنشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ده الجيلي نحطه بقى كده في التلاجة يجمد يطلع، اوريكم الحلاوة، ايه رأيكم؟ عملنا كيكة وعملنا حاجة حلوة من كذا طبقة، بصوا الجمال، شايفين اهي تجمد بقى، هوريكم الحلاوة كلها، خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي، طعمها حلو جدا وجميلة، بس هي كانت عايزة ان انا مثلا ازود السمنة اكتر او ازود حاجة اكتر عشان ما تطلعش مفتولة كده يعني، ممكن ايوه لازم اقول لهم الكلام ده علشان خاطر احنا مش بنغش الناس. هي طلعت مفتولة، بصوا حبايبي عاملة ازاي، هي المفروض تكون بالمنظر ده كده، تكون جامدة، تكون قطعة واحدة ما يكونش مفتولة. بصوا بس طعمها حلو جدا، طعمها جميل جدا، حلوة 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 بجد ماشي. بصوا الجمال، بصوا اعملوها، انا ما بحبش اكدب عليكم، بس انا حبيت اعرفكم لازم نزود لا شوية لبن لا شوية عسل لا شوية حتة السمنة نزودها بس، ايه رأيكم؟ بصوا والله حلوة وجميلة وطعمها حلو جدا، جربوها هتعجبكم، بس تزودوا حتة سمنة شوية علشان تمسك ما تبقاش متفتولة كده، تطلع كلها حتة واحدة ماشي. اشوفكم على خير، واشوفكم على هنا، واشوفكم في السعادة، واشوفكم كل جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.